الشجر لا العلف، شو العلف ما فيش؟ الشيء ما فيش. وين العلف هاي؟ أقوى سكر هذه ما تشوفها. مجنون ما يشتريها. اخي انواع الاعلاف، اكو اعلاف شعير، شعير مجروش، شعير ابيض، شعير اسود، اكو انخاله، طحين علفي. حاليا بالوضع الحالي الاقبال ضعيف حاليا، يعني ما مثل قبل. السوق ركود ركود عندنا شويه. اسعارهم والله زينه، يعني مثل الانخاله 400 410، حيل زينه، بالكيلو 400 دينار. البقية شعير حسب نظافته، حسب يعني سمنه، هذه يعني الشعير يتراوح 450 475 500 550، هالحدود. حاليا الوضع الحالي عندنا الانخالة محلية، اغلبيتها محلية الانخالة، لان ما نستورد انخالة، معاملنا بها البركة ان شاء الله. الانخالة محلية، الشعير لا محلي، شعير الاسود بس، اكو شعير ابيض واكراني هذا مستورد. علف الغنم هو يجي الشعير وال هذا علف الغنم ازيد شو الشعير، والشعير هسه رخيص بس الحلال غالي. هاي اعلاف طيور، اعلاف طيورهم رخيصه، يعني خلطات وخلطات هسه كلها رخيصه، ما سحب قليل. طن الشعير كان ب 700، هسه طن الشعير 450 الشعير، يعني فرق كثير. وظل اللحم صعد وما نزل. الاعلاف عندنا هنا واكو مستورده، بس عندنا هنا الشعير الاسود عندنا محلي، الحنطه محلي، المستورد لا، المستورد قليل ما يستخدموه كربط. يجي الشعير الابيض وهذا بس، هو موجود عندنا الخاله والشعير كله هنا عندنا، شغلنا كله محلي ماكو مستورد. هذا لا، الاعلاف والطيور مستورد هذا الشيء، استيراده من اوكرانيا الرئيسيه، هي اوكرانيا. احنا نغلفها هنا بس تجي مواد مستورده واحنا نعبيها هنا، يعني نعبيها هنا، نخلطها ونعبيها هنا. والله اعلاف اشكال عندنا، عندنا خلطات، عندنا دخن، عندنا حنطه، اشكال نبيع على الطيور للدجاج، اكو بروتينات، اشكالكو اكو شعير. والله اسعارنا هسه سعر الحنطه يعني زين، مو حيل حيل غالي، ما تحسن عن قبل. قبل كان ب 700 وب 800 بس هسه على زين، ب 600 ناخذها ب 550 من يابسات سوق الجمله، يعني احنا نبيعها ب 600 زين، يعني سعرها مقبول ما مثل قبل.